قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. إبراهيم حمروش. الشيخ الجليل إبراهيم حمروش واحد من أهم الشيوخ اللي كان ليهم بصمة كبيرة في عالم الدعوة وكمان السياسة، فبسبب مواقفه السياسية أغضب الاحتلال الإنجليزي وأصروا على موقف يعتبر غريب في الوقت ده، خصوصا أنه يخص مشيخة الأزهر. إيه هو الموقف اللي عمله الشيخ إبراهيم وإيه الإجراء اللي اتخذ ضده؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، وهنعرف كمان مشواره الديني، فتابعونا. إذا كانت هذه المرات الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد الشيخ إبراهيم حمروش في 1 مارس 1880 في قرية الخوالد التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة. اتولد في بيت شرف وعلم، بالتالي اهتم والده بتعليمه القرآن الكريم، حفظه بالكامل وهو عنده 12 سنة، ومعاه كان بيدرس التجويد وأصول الدين. فحب والده أنه يكمل دراسته في الأزهر عشان يطلع على كل الدراسات هناك، وقبل ما يسافر للقاهرة نصح والده أنه يصلي كل الصلوات في وقتها وأنه يركز في دراسته الإسلامية. وفعلا الشيخ إبراهيم ملتزم بوصية والده. لما سافر القاهرة أتيحت له الفرصة أنه يتعلم تحت إيدين علماء كبار في الأزهر، فدرس الفقه الحنفي على يد الشيخ أحمد أبي خطوة، ودرس النحو على إيد الشيخ علي الصالح الملكي. ولما شافوا الإمام والشيخ محمد عبده أنه لسه طفل وأتقن علوم الدين، بقى بيزودوا أكتر من علوم القرآن الكريم. بعد فترة اتقدم لامتحان الشهادة العالمية وكان في سن صغير بالنسبة لزمايله، ووقت الامتحان سألهم شيخ الأزهر وقتها الإمام الشربيني أسئلة من علوم مختلفة بعيدة عن المادة اللي بيمتحنوها، وبدأت الطلبة تسقط في الامتحان واحد ورا التاني لحد ما جاء الدور على الشيخ إبراهيم حمروش، وبدأ يجاوب على الأسئلة بطلاقة كبيرة، وشيخ الأزهر يصعب الأسئلة وهو يجاوب لمدة 3 ساعات متواصلة، ونجح في الامتحان باقتدار وكان حديث الطلاب والأساتذة. بعدها بفترة لما فتحت مدرسة القضاء الشرعي، وكان الشيخ عاطف بركات بيدقق في اختيار الأساتذة اللي هيدرسوا في المدرسة، اختار جهابذة علماء الدين، وطبعا كان من ضمنهم الشيخ إبراهيم حمروش اللي بدأ حياته المهنية من خلالها. بعدها بفترة اتعين قاضي شرعي، وكان معروف عنه العدالة المطلقة، لحد ما في يوم اصطدم بالملك فؤاد لما أصدر حكم أغضب الملك، فكانت النتيجة ان تم فصله من القضاء علشان يرجع تاني للأزهر الشريف في مجال التدريس. تم تعيينه شيخ لمعهد أسيوط الديني، وبعدها شيخ لمعهد الزقازيق، ومفتش بالإدارة العامة للأزهر. وفي عهد الشيخ الإمام المراغي لما كان شيخ للأزهر، تم الاستعانة بيه هو ومجموعة من علماء الدين عشان يعد مناهج الإصلاح اللي كان حابب يطبقها الإمام المراغي في الأزهر الشريف. يعتبر الشيخ إبراهيم حمروش أول عميد لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وبعدها تم تعيينه شيخ لكلية الشريعة، وبعدها فترة تم اختياره رئيس للجنة الفتوى. حياته المهنية ما وقفتوش عن الدراسة، فكان بيحضر دراسات كتير، ومن ضمن الدراسات اللي قدمها عوامل نمو اللغة اللي بسببها نال عضوية كبار العلماء، وتم منحه كسوة التشريفة من الدرجة الأولى، ده غير أنه كان عضو في مجمع اللغة العربية من أول إنشائه. في 1 سبتمبر 1951 صدر قرار رسمي بتعيينه شيخ للأزهر، ووقتها الأحداث السياسية كانت بتمر بظروف صعبة من زيادة قسوة الاستعمار الأجنبي، ولما اعتدى الجيش الإنجليزي على الإسماعيلية وحاصر مقر الشرطة 25 يناير 1952 وقتل عشرات الجنود من رجال الأمن، اشتد غضب الأمة، أصدر الإمام الشيخ حمروش بيان حماسي باسم علماء الأزهر وطلابه ضد الجيش الإنجليزي. ووقتها ضغط الإنجليز على الملك فأعفاه من منصبه سنة 1952. ظل الشيخ الإمام إبراهيم حمروش يواصل عمله بعد خروجه من مشيخة الأزهر، يكتب المقالات للصحف ويفتح بيته أمام تلاميذه وطلابه، ويواظب على حضور جلسات مجمع اللغة العربية حتى وفاته المنية سنة 1960 عن عمر يناهز 80 عاما، رحمة الله تعالى عليه. كان معاكم رشا رجب.